فقط. أنا أعتقد بأن الإنتاجية تسير بشكل جيد، وإذا حقيقة تحدثنا الآن هناك يعني نداءات كبيرة إذا تحدثنا من ناحية ساعات العمل، ووصلت بعض الدول إلى تقليص أيام العمل. لذلك أنا مع جانب حقيقة إما تقليص ساعات العمل أو أيام العمل لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الإنتاجية هي من تحرك حقيقة صاحب أو الموظف. أمر آخر، ربما جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن ساعات العمل التي نعمل عليها سابقا هي عبارة البعض منها يذهب ساعتين 3 ساعات هي هدر حقيقة للوقت. أثبتت جائحة كورونا بأن العمل عن بعد قد نجح، وكثير من المنظمات الدولية والشركات والحكومات قد مشى سير العمل حقيقة عن بعد بشكل جيد. لذلك أنا أعتقد أن المنظومة الراهنة لا تتوافق مع المعطيات العالمية، لا تتوافق مع التوجهات العالمية، لا تتوافق مع التقنيات والتكنولوجيا التي حدثت الآن التي من شأنها تسهيل حقيقة إجراءات العمل، تسهيل الحضور وغيرها. لذلك أنا مع الذهاب الآن، يعني ما ينقصنا في العالم العربي ككل وهي الدراسات التي تبين لنا ما هي نسب الإنتاجية، هل ستزيد أم ستنخفض مع ساعات العمل في زيادتها وتقليصها، هل إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك وهي أيام تقليص أيام العمل. كل هذا الأمر حقيقة ربما الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قد سبقونا بدراسات على أرض الواقع وإجراءات بحثية أثبتت لهم بأن زيادة الإنتاجية تقليص ساعات العمل كفيلة بزيادة الإنتاجية. ونشاهد بعض الدول الإسكندنافية قد ذهبت إلى تقليص أيام العمل إلى 4 أيام عمل في الأسبوع. نعم.